كتب يا نهل النوابات مقال في تقريره قال الفيصل من ضمن ديوانه وبلا ظرهار جمع جادت معاييره وسلطان أهلنا بثبت ويدانه يوم عزان بتهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جد سيسانه بيت عزان يا نجارت مقاديره باختلف سلم شبه عند شبه استثاره من الغبة معاصره واختلف في محط سر ميزانه وانت حمال على وهي محاداره والغزانة عقد زن طغيانه يثني ما تجمل في مشاوره عزوة عزها المعبد بيمانه سربة تامن المظيوم وجانه وبدل الوسم خرع المانه معاشره والفصيح انت فوه صلح لسانه لن يثبت بصدق الهرج تبريره منهج وسلطه من المنطق لسانه جاد فكران حماوي من تعذره وحده ورسم عنوانه وقلبانه واستوى نظم تصويره وتسخيره والله اللي يعن العبد سبحانه وامتلى من نصبه فض فضلانه واختلط نار عشبه في نظريره مرحبا في محل الفجر ببانه والترحي بتثنى يا مسايره محفل شاد سيسانه لضيفانه يبلغ الضيف بهشانه وتقديره ويكرم الوفا والجد عنوانه ما حسب رجله وازرق العودة يدرج في مباخره عند ربعي سمت بجله وحسانه هل مكسوره والبرهان تبريره كل قربان على منهج سرفانه يكسب العز بامر الله وتيسيره من ضمن الشايب اللي ثبت اركانه من بني رابط ولا العز تفسيره كل تبيانه لن وفات مقال في تقريره قال الفيصل من ضمن ديوانه وبلا قرهار جمع جادت معاييره والسلطان أهلنا بثبت ويدانه يوم عزان بتهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جد سيسانه بيت عزان يا نجارت مقاديره باختلف سلم شبه شبانه الهج وسلطه من المنطق لسانه جاد فكران حماوي من تعذره وحده ورسم عنوانه وقلبانه واستوى نظم تصويره وتسخيره والله اللي يعن العبد سبحانه لن يدرك لن يمزح حسن تدبيره عد محن وعدم بقلبانه واستهل تباشره وامتلى من نصبه فض غدرانه واختلط نار عشبه في نظريره مرحبا في محل الفجر ببانه والترحي بتثنى يا مسايره محفل شاد سيسانه لضيفانه يبلغ الضيف بهشانه وتقديره ويكرم الوفا والجد عنوانه ما حسب لاجله وده ما خسره
تبيانه لن وبات مقالم في تقريره قال هالفيصل من ضمن ديوانه وبلا ظرهار جمع جادت معاييره وزبره لنا بثبت ويدانه يوم عزان بتهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جد سيسانه بيت عزان يلا جارت مقديره مختلف سالم شبه عند شبه استثاره من الغبة معاصره واختلف في محط حسر ميزانه وانت حمال علوه في محاداره والغزانة عقد زن طغيانه يثني ما تجمل في مشاوره عزوة عزها مربط بيمانه سربة تام من المضيوم وجانه وبدل الوسم خرع المانه معاشره والفصيح انت فوه صلح لسانه لن يثبت بصدق الهرج تبريره منهج وسلطنة المنطق لسانه جد فكران حماوي من تعذره وحد ورس مع عنوانه وقفانه واستوى نظم تصويره وتسخيره والله اللي يعن العبد سبحانه لن يدرك لن يمسح حزن تدبيره عد ما حان وعدم بقنفانه واستهلت على البيضة بشيره وامتلى من نصبه فيض فدرانه واختلط نار عشبه في نظريره مرحبا في محل الفج ببانه والترحيب بتثنى يا مسيره محفل شاد سيسانه لضيفانه يبلغ الضيف بهشانه وتقديره ويكرم الوفا والجد عنوانه ما حسب لاجل روده ما خسره واشكر البن من محسوب رسلانه وازرق العوده يدرج في مباخره عند ربعي سمت بجل واحسانه هلم الكساوره والبرهان تبريره كل قربان على منهج سرفانه يكسب العز بامر الله وتيسيره من ضمن الشايب اللي ثبت اركانه من بني لابن تون العز تفسيره كل ثعلان على التاريخ برهانه يا رواد الحديث ويا مشاهيره سطر المجد في مرسوم تبيانه لن وبات مقالم في تقريره قال هالفيصل من ضمن ديوانه وابلغ الهرج ما جادت معاييره والزبره لنا بثبت ويدانه يوم عزان بتهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جد سيسانه بيت عزان يلا جارت مقاديره مختلف سلم شبه عند شبانه وامتلى من نصبه فيض غدرانه واختلط نار عشبه في نظريره مرحبا في محل الفج ببانه والترحيب تثنى يا مسيره محفل شاد سيسانه لضيفانه يبلغ الضيف بهشانه وتقديره ويكرم الوفا والجد عنوانه ما حسب لاجل روده ما واشكر البن من محسوب رسلانه وازرق العوده يدرج في مباخره عند ربعي سمت بجل واحسانه هلم كساوره والبرهان تبريره كل قربان على
يا نهل النوابات مقالم في تقريره قال هالفيصل من ضمن ديوانه وبلا ظهر جمع جادت معاييره وسلطره لنا بثبت ويدانه يوم عزان بتهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جلد سيسانه ضيت عزان يا نجارت مقاديره مختلف سلم شبه عند شبه استثاره من الغبة معاصره واختلف في محط سر ميزانه وانت حمال على وهي محداره وانغزنا عقد زن طغيانه يتجمعت يجمل في مشاوره عزوة عزه المضد بيمانه سربة تام من المضيوم وجانه وانبدل الوسم خرع معاشره والفصيح انت فوه صلح لسانه لن يثبت بصدق الهرج تبريره منهج وسلطن المنطق لسانه جد فكران حماوي من تعذره وحد ورس مع عنوانه وقلبانه واستوى نظم تصويره وتسخيره والله اللي يعن العبد سبحانه وامتلا من نصبه فض فضلانه واختلطنا والعشق بين ضريره محض في محل فج ببانه والترحي بتثنى يوم سيره محفل شاد سيسانه لضيفانه يبلغ الضيف بهشانه وتقديره ويكرم الوفا والجد عنوانه ما حسب لاجل برسلانه وازرق العودة يدرج في مباخره عند ربعي سمت بجل وحسانه هل مكسورة والبرهان تبريره كل قلب على منهج سرفانه يكسب العز بمر الله وتيسيره من ظن الشايب اللي ثبت اركانه من بني نابي تون العز تفسيره كل فعل سبيانه للنوابات مقالم في تقريره قال حرف الفيصل من ضمن ديوانه وبلغ الهرج ما جادت معاييره والسلطره لنا بثبت ويدانه يوم عزان بتهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جلد سيسانه ضيت عزان يا نجارت مقاديره مختلف سلم شبه جعان العبد سبحانه لن يدرك لنفسه حزن تدبيره عد ما حن وعدم بقلبانه واستهلت على البيضة بشيره وامتلى من نصبه فض فضلانه واختلط نور عشبه في نظريره مرحبا في محل فج ببانه والترحي بتثنى يوم سيره ما حسب لاجل روده ما خسره
يوم تبيانه لأن وبات مقالم في تقريره قالها الفيصل من ضمن ديوانه وبلا ظهر جمع جادت معاييره وزبره لنا بثبت ويدانه يوم عزان بتهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جد سيسانه بيت عزان يا جارت مقاديره مختلف سالم شبه عند شبان استثاره من الغبة معاصره واختلف في محط سر ميزانه وانت حمال على وهفي محداره والغزانة عقد زن طغيانه يثني ما تجمل في مشاوره عزوة عزه المنضد بيمانه سربة تامن المضيوم وجانه وبدل الوسم خير والفصيح انت فوه صلح لسانه لن يثبت بصدق الهرج تبريره منهج وسلطه من المنطق لسانه جد فكر الحماوي من تعذره وحده ورسم عنوانه وقلبانه واستوى نظم تصويره وتسخيره والله اللي يعن العبد سبحانه وامتلا من نصبه فضل فضلانه واختلط نار وعجبه في نظره مرحبا في محل فجببانه وترى حيبة ثنايا مسيانه محفل شاد سيسانه لضيفانه يبلغ الضيف بهشانه وتقديره ويكرم الوفا والجد عنوانه ما حسب لاجل روده ما من محسوب رسلانه وازرق العودة يدرج في مطفيره عند ربع عيسى مات بجله وحسانه هل مكسورة والبرهان تبريره كل قربان على منهج سرفانه يكسب العز بامر الله وتيسيره من ضمن الشايب اللي ثبت اركانه من بني رابط ولا العز تفسانه كل شوم تبيانه لن وفات مقالم في تقريره قالها الفيصل من ضمن ديوانه وبلغ الهرج ما جادت معاييره والزبره لنا بثبت ويدانه يوم عزان بتهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جد سيسانه بيت عزان يا جارت مقاديره شبه عند شبه منهج وسلطه من المنطق لسانه جاد فكر الحماوي من تعذره ورسم عنوانه وقلبانه واستوى نظم تصويره وتسخيره والله اللي يعن العبد سبحانه لن يدرك لن يمسح حسن تدبيره عد محن وعدم بقلبانه واستهل تباشره وامتلا من نصبه فضل فضلانه واختلط نار عشبه بنقريره مرحبا في محل فجببانه وترى حيبة ثنايا مسايره محفل شاد سيسانه لضيفانه يبلغ الضيف بهشانه وتقديره ويكرم الوفا والجد عنوانه ما حسب لاجله قرى البنا من محسوب رسلانه وازرق العودة يدرج في مباخره عند ربع عيسى مات بجله وحسانه هل مكسوره والبرهان تبريره أهل الرجال
الفانه يكشف العز بامر الله وتيسيره من ظن الشايب اللي ثبت اركانه من بني نبيته وللعز تفسيره كل فعلان على التاريخ برهانه يا رواد الحديث ويا مشاهده سطر المجد في مرسوم ثبيانه لن وبات مقالم في تقريره قالها الفيصل من ضمن ديوانه وبلا قرهار جمع جادت معاييره والزبر أهلنا بثبت ويدانه يوم عزان بتهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جد سيسانه بيت عزان يا جارت مقاديره مختلف سلم شبه عند شبانه استثاره من الغبة معاصره واختلف في محطه سر ميزانه وانت حمال علوه في محداره والغزل عقد زن طغيانه يثني ما تجمل في مشاوره عزوة عزه المعبد بيمانه سربة تمن المضيوم وجانه وبدل الوسم خرع المانه لسانه لن يثبت بصدق الهرج تبريره منهج وسلطان المنطق لسانه جاد فكران حماوي من تعذره وحد ورسم عنوانه وقلبانه واستوى نظم تصويره وتسخيره والله اللي يعن العبد سبحانه لن يدرك لنفسه حسن تدبيره عد محال بقربانه واستهلت على البيضة بشيره وامتلى من نصبه فيض فضلانه واختلط نار عشبه في نباريره مرحبا في محل الفج ببانه والترحيب تثنى يا مسايره محفل شاد سيسانه لضيفانه يبلغ الضيف بهشانه وتقديره ما حسب لاجل روده ما خسره واشقر البن من محسوب رسلانه وازرق العود يدرج في مباخره عند ربعي سمت بجله واحسانه هل مكسوره والبرهان تبريره كل قلب على منهج سرفانه يكسب العز بامر الله وتيسيره من ظن الشايب ثبيانه لن وبات مقالم في تقريره قالها الفيصل من ضمن ديوانه وابلغ الهار جمع جادت معاييره والزبر اهلنا بثبت ويدانه يوم عزان بتهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جد سيسانه بيت عزان يا جارت مقاديره مختلف سلم شبه منهج وسلطان المنطق لسانه جاد فكران حماوي من تعذره وحد ورسم عنوانه وقلبانه واستوى نظم تصويره وتسخيره والله اللي يعن العبد سبحانه لن يدرك لنفسه حسن تدبيره عد محن وعدم بقلبانه واستهل البيضة بشيره وامتلى من نصبه فيض غدرانه واختلط نار عشبه في نباريره مرحبا في محل الفج ببانه والترحيب تثنى يا مسايره محفل شاد سيسانه لضيفانه يبلغ الضيف بهشانه وتقديره وكرم
العودة يدرج في مباخره عند ربعي سمت بجلة وحسانه هلا مكزورة والبرهان تبريرة كل قربان على منهج سلفانه يكسب العز بمر الله وتيسيره من ظن الشايب اللي ثبت أركانه من بني نبي تولى العز تسيره كل الفعل على التاريخ برهانه يا روية الحديث ويا مشاهده سطر المجد في مرسوم ثبيانه لن وبات مقال في تقريره قالها الفيل سليم من ضمن ديوانه وبلا برهار جمع جادت معاييره والسلطان اهلنا بثبت ويدانه يا معزين بتهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جلد سيسانه بيت عزان يا نجارت مقديره مختلف سلم شبه عند شبان استثاره من الغبة معاصره وابتلى في محط احسن ميزانه وانت حمال على وهي محاداره والغزانة عقد زان طغيانه يثني مات هي جمل في مشاوره عزوة عزه المضاد بيمانه سربة تام من المغيوم وجانه وبدل الوسم خرع المانه معاشره والفصيح ان تفوه صلح لسانه لن يثبت بصدق الهرج تبريره منهج وسرقه من المنطق لسانه جد فكر الحماوي من تعذره وحد ورس مع عنوانه وقلبانه واستوى نظم تصويره وتسخيره والله اللي يعن العبد سبحانه وامتلى من نصبه فيض فضلانه واختلط نار عشبه في نظريره مرحبا في محل فجب بانه والترى حيب تثنى يا مسيره محفل شاد سيسانه لضيفانه يبلغ الضيف بهشانه وتقديره ويكرم الوفا والجد عنوانه ما حسب لاجله برسلانه وازرق العودة يدرج في مباخره عند ربعي سمت بجلة وحسانه هلا مكزوره والبرهان تبريره كل قربان على منهج سلفانه يكسب العز بامر الله وتيسيره من ظن الشايب اللي ثبت اركانه من بني نبي تولى العز تفسيره كل فعل في مرسوم ثبيانه لن وبات مقال في تقريره قالها الفيل سليم من ضمن ديوانه وبلا ظهر جمع جادت معاييره والسلطان اهلنا بثبت ويدانه يا معزان بتهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جلد سيسانه بيت عزان يا نجارت مقديره مختلف سلم شبه عند شبان منهج وسرقه من المنطق لسانه جد فكر الحماوي من تعذره وحد ورس مع عنوانه وقلبانه واستوى نظم تصويره وتسخيره والله اللي يعن العبد سبحانه لن يدرك لنفسه حسن تدبيره عد محن وعدم بقلبانه استهلت على البيضة بشيره وامتلى من نصب البيض غدرانه واختلط نار عشبه في نظريره مرحبا في محل فجب بانه
عمرت بيانه لأن وفات مقال في تقريره قال هالفيصل من ضمن ديوانه وبلا ظرهار جمع جادت معاييره وسلطره لنا بثبت ويدانه يوم عزين بتهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جد سيسانه بيت عزان يلا جارت مقاديره مختلف سلم شبه عند شبه استثاره من الغبة معاصره واختلف في محطه سر ميزانه وانت حمال على وهي محداره والغزانة عقد زن طغيانه يثن ويمات هيجمل في مشاوره عزوة عزة المعبد بيمانه سربة تام من المضيوم وجانه وبدل الوسم خرع المانه تسهجه لين تكسبه معاشيره والفصيح ان تفوه صلح لسانه لين يثبت بصدق الهرج تبريره منهج وسلطه من المنطق لسانه جد فكر الحماوي من تعذره وحد ورسم عنوانه وقلبانه واستوى نظم تصويره وتسخيره والله اللي يعن العبد سبحانه وامتلى من نصبه فض فضلانه واختلط نار عشبه في نباريره سلام عليكم مساكم الله بالخير كيف انتم يا رجال ماجورين والسلامة يا سلام يعد ليل سر البراق فيه صوت رعادة يصحي القلوب النايمة الخوي لا من دعنا على الواجب نجيه ما نخلي واجبه لأن نقضي لازمه صلوا على نبي الله اعفاكم وطولة بقاكم فيد الله اللي ما تجفانا ولا تجفاكم علمنا والعلم خير أكفي من بداني على الغير خنجر أنت خدم لها سيوف يا أبو محمد ولا تخص إلا بخير جالك هذا الشان والله يجعله على مرضات الله الله يجعله بيت الصيب والنصيب والحظ الطيب اللي ما يخيب دعيت فينا وانت غالي
وربعك وبني عمك غلاه، اختصرنا في العدد والله انغلاك عندنا اكبر من اللي تشوف، بيدينا عطى والمعطي رب العالمين جل وعلا، من حاضر عينك ترى والغايب عذره على ما جرى، بيدينا مبلغ 114,900 عليها وجيه من السقي، هذا من قد علمنا وفيها زايد عفاكم وطولت بقاكم. الامر اللي يثني فيه بعض الخاصيات بتسمعونها من اخويانا نفداهم، واولها بيشتم مني يا ضيف الله ابن طراد الثعلبي للشيخ عايض نفداه ابن هندي ويجعله واجد، والله ان قدره عندنا اكبر من الكلام ذا، ولكني ما قال صغار العطايا ولا اكبر الاعذار. السلام عليكم. صلوا على النبي يا ربي. عرست ابو محمد، اسال الله العلي العظيم ان الله يوفقك وان الله يبني بيتك. انتوا يا الهندي شبركم عندنا وافي، وعندي انا خاصه يا مشعل ابن سمير الشهراني. ما عليكم زود. لك يا عايض بشت، عليك كلمين، ولك يا علي بشت زايده 5000 مشاركه في حفلكم. سلامتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير. ابو محمد الله يوفقك، كنت وافي ومطلق على ربنا وربك. معك اخوك احمد بن علي بن زهره الاحبابي. ما عليكم زود، نقول لك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع فيما بينهم على خير. ما عليك بشت انك حيلان على كتفك وانت تستاهل اكثر من كذا، وما عليك قصيده وانت تستاهل، وصلوا على النبي. يقول يا سلام الله على اهل الحفل والحاضرين، عد ما هلا تمزون السحايب بالمطر، في حفل بني منبهك عمل معتدين الرجال اهل الحمايا بعيدنا النظر. جيت متعني وحاضر وعندي حاجتين من مفاهيم الكلام الصحيح المعتبر. الاولى الله يوفقك يا علي دنيا ودين الخوي اللي يجمل له شان وقدر، وثانيا بقول شيء وانا عندي يقين، حاجتين بقولها بالكلام المختصر، اللي ما خوى شهرين في وقت حزين والله والله ما يلقى مسره ولا يلقى سفر. اللي ما خوى شهرين في وقت حزين والله ما يلقى مسره ولا يلقى سفر. وانت والله يا ابن هندي عسى ايامك سنين، خوتك تبقى لنا عزله يوم الحشر. يا سلام الله على الحفل والحاضرين، عد ما هلا تمزون السحايب بالمطر، في حفل بني منبهك عامل معتدين الرجال اهل الحمايا بعيدين النظر. جيت متعني وحاضر وعندي حاجتين من مفاهيم الكلام الصحيح المعتبر. الاولى الله يوفق علي دنيا ودين الخوي اللي جمل له شان وقدر، وثانيا بقول شيء وانا عندي يقين، حاجتين بقولها بالكلام المختصر. وانت والله يا إيه اللي ما خوى شهرين في وقت حزين والله ما يلقى مسره ولا يلقى سفر. وانت والله يا ابن هندي عسى ايامك سنين، خوتك تبقى لنا عزله يوم الحشر. يا علي لو قلت ما قلت يا درب اليمين، ماني مو فيك حقك لو اتكلم شهر. يا ولد من يكرم الضيف ذبح السمين، اللي بعلوم المراجل تعلى واشتهر، شايب خلف رجال على الشده تبين، والله 70 نعم وله في القبر. وما نالي لابتن تجعل القاسيلين، ما عليكم زود، وما نالي لابتن تجعل القاسيلين، والله انت تلقاهم طيب وانت تلقى قشر. الاحباب اللي بوقت الشدايد صاملين، ما عليكم زود، الاحباب اللي بوقت الشدايد صاملين، رؤوسهم تغلي حمايا وتقدح من سطر، والختام اسكى صلاة على طه الامين، عذعذع الهبايب هم مال المطر. هاو سلامتكم، واعذرونا لا خف شيء، انت وابو محمد والله تستاهل معلقات القصايد. انت تسعى للعليا طويل العمر وانت تستاهلها، والله انك تمشي على هونك احنا نسعى وراك ما لحقناك، الله ربنا وربك. هذا واعذرونا على كثر الكلام وسلامتكم. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. يا علي ما تخص الله بخير. جيتك ب5000. والله لا هي بقدرك ولا هو بغلاك عندي، لكن اعتبرها وايد، هذه الاولى. والثانيه والله يا المبلغ انه 114,900. ما زاده لك وما نقص فش نبي يا محمد بن ظافر القهادم. وعفاكم. عليكم زو دي شيخ ضيف الله لبيك علم ما بلع عفاكم نبداهم قدم عليهم. الله يحييكم. مرحبا واهلين يا غلا ضيوف الوافدين. مرحبا ترحيب واضح من طوقها. الله يبقيكم. مرحبا باسمي وباسم الرجال الحاضرين، عد ما هلت مزون السحاب، عد ما لحت مزون السحاب بروقها. في رضا الداعي حضرتوا وصرتوا معتنين، في رضا الداعي وصلتوا معتنين، كل منكم غايته للجميل يسوقها، كل منكم غايته للجميل يسوقها، كل منكم غايته للجميل يسوقها.
موقفكم موقف مشرف، عساكم سالمين. حي والله خوت من انتهى طروقها. الله يطول بالعمر. الله يحييكم. ترى حيب الغلا، مرحبا يا الغاليين، عند من يغليكم باسمي وباسم ربعي كلهم. الصف وافي والعطاء كافي وموقفكم جميل، والله يحييكم ملايين. في كلمه للشيخ ظافر بن عمير بن مشاري. ونعم. الله يحييكم، مرحبا. والله ما اسهل اعداد ما سرتوا عليه. علي طراق يا راس انشاش. وهذا من طيبه ومن طيب راسه ومن اخوتكم الصادقه الوفيه، وهذا بعد من طيب ولدنا. استاهل. والله مساء، والله يحييك. الله يبجيك وساعه المباركه بشوفتكم، والله يتعب اخطاكم. الاولى مرحبا والله مسهلا، والثانيه عشاكم جاهز وباتل عند معزبكم، فطوركم وغداكم بكره جاهز عند الجماعة الحاضرين. مرحبا والله ومسهلا، ترونا طالبينكم بوجيهنا، ترونا طالبينكم بوجيهنا، ما تقولون لا. الله يطول عماركم، الله يغفر لي عن اخوياي. والله ماني بطيبهم، قدموني من طيب راسهم. صلوا على نبي الله. اولا ما عليكم زود ولا للخوي عند خويه جوده، وحنا يمكننا في جرتكم في كل علم طيب. الله يطول عماركم، عزمتوا والله يقوي عزومكم ويطول عماركم، والله يمنعكم من العدم. الجود فانتم هالجود، ولا مستغرب عليكم. اليوم قال من ضيق الوقت، يقول قد الضيف هو البخيل. والله انا من ارتباطات واشغال، وانتم تضيفون عاد الدنيا عدم. والله يطول بقاكم ويغنيكم. الكرامه اللي حاصلت الليله نعدها كرامه لنا، والقدر بيننا وبينكم ما هو في شيء بيفعل في صحن. عزميكم الحاله كرامه، لو ما قلطنا الا على فنجان قهوه والله انها تقرانا عن كرامه. الله يطول بقاكم. بعض العرب ياخذ في دينه ومداينه، وجه الله ما يطلب به للجنه. احنا نطلبكم طلبه ان تجعلنا في وسيع العذر. الله يطول بقاكم ويغنيكم. البيت اللي قد قالها ابو محمد والتراحيب الطيبه والعزمي الطيب، والله انها كرامه. والله يطول بقاكم. مقدم علينا يا ابو محمد. مرحبا. الله ما اسحب. منهج وشرق من المنطق لسانه، جاد الفكر الحناوي من تعابيره، وحد ورس مع الوانه وقفانه، واستوى نظمة تصويره وتصحيره. والله اللي جعل العبد سبحانه، لن يدرك لنفسه حسن تدبيره. عد محن وعدم بقنفانه، واستهلت على البيضة وامتلى من نصبه فضل فضلانه، واختلط نار عشبه في نظريره. محبة في محل فجب بانه، والتراحة بتثنى يوم سيانه. محفل شاد سيسانه لضيفانه، يملك الضيف بحشانه وتقديره. وكرم الوفا والجود عنوانه، ما حسب لاجله برسلانه، وازرق العرض يدرج في مباخره. عند ربعي سمت بجله واحسانه، هل مكسور والبرهان تبريره. كل قلب على منهج سلفانه، يكسب العز بامر الله وتيسيره. من ظن الشيب اللي ثبت اركانه، من بني لابت اولى العز تسيره. كل فعل سطر المجد في مرسوم ثبيانه، لن وفات مقال في تقريره. قالها الفيصل من ضمن ديوانه، وبلاد الهرج ما جادت معاييره. والزبره لنا بثبت ويدانه، يوم عزان بتهليله وتكبيره. صرح مجدان عزه جد سيسانه، بيت عزان يا لجارت مقاده. شبه عند شبانه، نهج خيال على العليا معابره. جمعنا مثل موج زاد طوفانه، لاستثاره من الغبه معاصيره. واختلف في محط سير ميزانه، وانت حمل علوه في محاداره. وانغزنا عقد زاد طغيانه، يثني مات يجمل في مشاوره. عزوة من المظلوم وجاره، وبدل الوسام خير
No,